اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. هنعمل النهارده اكله تعتبر لايت شويه، هنعمل ريش بالعسل وهنشويها، وهنعمل سلطه زبادي بالخيار، وهنعمل شوربه طماطم. تعالوا معانا نشوف هنبتدي بايه الاول. انا رايي ان احنا نبتدي بالريش عشان بس هتاخد مده شويه في السلق. هنجيب نص كيلو ريش وهنغلي ميه معانا زي ما انتم شايفين اهو، انا كنت حاطه الميه من الاول تتغلي عشان ما تاخدش مده معانا. طبعا ريش دي غسلينها كويس، هنحطها في الميه كده. تقريبا هتاخد يعني ان شاء الله ربع ساعه بالكتير. هنتبلها بس بالملح والفلفل وهنسيبها تتسلق، وبعد كده هنشوف هنتبلها ازاي مع بعض. عقبال بقى ما الريش تخلص هنقفل عليها كده بس عشان تخلص بسرعه. بعد لما تخلص هنعمل المقادير بتاعتها ازاي. هي عندنا تقريبا معلقتين عسل كبار وقرفه وتوم. خلي دي بقى كده على جنب عشان نشوف الطماطم هنعمل فيها ايه. انا برضو كنت مسخنه الحله وسايباها سخنه، هحط شويه زيت وبعد كده هحط البصل بتاعي شوربة الطماطم دي مفيدة جدا وسهلة جدا 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 ومش بتاخد وقت خالص. انا بس سبت شوية بصل لان انا عايزة احط البصل على الريش يديله نكهة بس كده، واي توابل طبعا انتوا بتحبوها. عقبال بقى ما البصل يتشوح، انا اوريدي مقطعه 3 طماطميات بس برضو حابه ان انا اقطع قدامكم شويه، فهاخد الطماطم دي هقطعها كيوبس صغيره عشان هقطعها صغير عشان انا الطماطم دي هسيبها مده طويله على النار لحد ما تتهري خالص، وبعدين هحط الصلصه معايا. بص يعني مثلا الحته دي مش نظيفه فهنشيلها كده، وبعدين هنضربها كويس قوي مع بعض، وبعدين نحط لها في الاخر الويبنج كريم عشان تدينا الشوربه اللي احنا عايزينها. كده تمام، نخلص دي كمان. طبعا نحاول لما نعمل بالذات شوربه الطماطم نجيبها من عند الراجل تبقى الطماطميه حمراء، ما تبقاش مخضرة لان ده بتبقى معسلة وبيدينا طعم احلى، بالذات ان هي اوريدي شوربة هتبقى شوربة طماطم فعايزينها لونها احمر الحمار الحلو. فلو هي مش هتبقى حمرة قوي ممكن ساعتها نزودها بالصلصة وشوية بابريكا عشان يدوها اللون اللي احنا احمر اللي احنا عايزينه. كده تقريبا اتقطعت، نشيل كده ونشوف ال ممكن نعلي بقى النار شويه عشان يتشوح معانا بسرعه كده، ونحط الطماطم نحطها كلها كده بعد ما قطعناها. ونقلب كويس البصل. نبص على الريش ليه بقى؟ عشان هنعمل دلوقتي حركة لما بنسلق لحمة او اي حاجة بيطلع حاجة اسمها ريم. الريم ده بتبقى مادة مسممة شوية، في ناس بتطنش وما تشيلهاش بس انا بشوف ان احنا لازم نشيلها، فهنشيلها كده زي ما انتوا شايفين. بصوا طالعة عاملة ازاي، فلازم تتشال يعني مش حاجة صحية خالص ان احنا ناخدها.
ممكن نشيل الفوطه دي عشان مضايقانا. بصوا كده تمام، ممكن يعني شوية وممكن نشيل تاني. خلاص كده الطماطم اتشوحت، سوري البصل اتشوح، ممكن نبتدي نحط الطماطم وهنقفل عليها بقى لحد ما الطماطم دي كلها تنزل ميتها وتتشوح كويس، فهتقعد تقريبا 10 دقايق. انا فكرت النهاردة اعمل سلطة زبادي بس عشان حسيت ان الريش يعني مع الزبادي بتدي طعم حلو، فا ايه رأيكم بدل ما احنا قاعدين مش بنعمل حاجة ممكن نعمل الزبادي؟ ممكن نجيب البولة بتاعتنا ونشوف مقادير الزبادي، انا اوريدي محضراها هنا. هنجيب خيار هنبشره او نقطعه كيوبس او نقطعه زي ما انتوا حابين، وهنجيب الثوم بتاعنا والنعناع. انا هنا مقطعه الخيار بقشره او يعني واحده واحده عشان بحب يدي اللون اللي احنا شايفينه ده اللي هو الاخضر الغامق في الاخضر الفاتح. فهنشوف هنعمل ازاي. طبعا اكيد كلنا عارفين الزبادي بتعمل ازاي، بس برضه عشان اللي مش عارف يعرف. زي ما احنا شايفين اهو كده، نحط الفتة دي كده هنا مضايقاني، ونجيب التوم. هي اساسا الزبادي بالخيار توم ونعناع وخيار بس، مفيش حاجة تانية. ونعملها كده كويس، ممكن نرفع دي شوية كده عشان المية كده. اساسا الزبادي لما بيبقى مع الاكل بيهضم حلو قوي. وخفيفة هتنفع عشان احنا دلوقتي حر والجو يعني مش مستحمل ان احنا ناكل اكلات تقيلة قوي، وعشان برضو تعرفوا ان انا بحب اعمل اكلات خفيفة مش كلها اكلات دسمة كده. تقريبا تمام، ممكن نزود دي كمان مش هيحصل حاجة، نشيل الحاجات دي. ادينا خلصنا السلطة، الاكل النهاردة سريع جدا. ممكن نجيب الطبق اللي هنحط فيه الزبادي. دايما نتعود الحاجة اللي نعمل فيها الدريسنج او نطبخ فيها مش هي الحاجة اللي هنقدم فيها، انها بتختلف حتى لو شبه يعني البولة دي شبهها شوية بس بتختلف في التقديم وهتشوفوا ازاي. دي مثلا عشان قلبنا فيها بتبقى حواليها حاجات، دي ديكوا شايفين. خلصنا السلطه كده خلاص، هنشوف كده الريش. تهيألي يعني ممكن نشيل شويه كمان اهو، ما نطنش يا جماعه، كل ما نلاقي ريم نشيله. هو تقريبا هي خلصت خلاص، انا عايزاها يعني ما تسلقش قوي، يعني يا دوبك بس نص سلقه عشان انا بعد كده هشويها. فتقريبا هي كده يعني قدامها حاجه بسيطه وتخلص. نشوف بقى شوربه الطماطم. تمام، ابتدت تتسبك كويس. نبتدي بقى نحط عليها ايه الصلصة بتاعتنا عشان يديها اللون اللي احنا عايزينه، ونحط التوابل. اي توابل انتوا بتحبوها، عايزين تحطوا زعتر حطوا، عايزين تحطوا كرفس حطوا، اللي انتوا عايزينه. توابل اللي هي السبع توابل مفيش مشكلة. مش هزودها بمرقة كبيرة، ننظف بسرعة الحاجة اللي احنا عملناها.
تمام مفيش حاجة خلاص. نقلبها بقى كويس ونسيبها تغلي شوية. نشيل المرقة دي بقى خلاص. تقريبا الريش انا حاسه انها يعني خلاص خدت السلقه بتاعتها، فممكن نحطها في طبق عشان نبتدي بعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا انا وانا بطلعها من السلق يعني الشوكه بتغرس فيها، فده معناه انها استوت. الريش من الاكلات المفضله جدا عندنا. كده خلاص نرمي بقى الحلتين. نجيب بقى الطاسه الجريل بتاعتنا ونحط زيت. ايه رايكم نعمل الحركه دي بعد الفاصل؟ يلا هنستنى شويه ونعملها بعد الفاصل. رجعنا ما عملتش حاجة لسه خالص. هفكركم بس عملت ايه. انا بس سلقت الريش وحطيت بس شوية بصل وشلت الريم، وعملنا سلطة زبادي بالثوم والنعناع، وحط بصل وطماطم وصلصة طماطم وبهارات وسايباها تتغلي عشان هنعمل بيها شوربة الطماطم. نحط الزيت عشان نحط بيها الريش. هنحط حبة صغيرين عشان برضو احنا عايزين نديها حتة شوي يعني ما تبقاش عشان هي مفروض مشوية زي ما انتم شايفين. هنحطها كده. نشيل الزيت ده. عقبال بقى ما الريش تستوي ممكن نشوف الشوربه بتاعتنا. نجيب الفوطه. تمام كده. هنهرسها بقى. نجيب دي. طبعا لو ما عندكوش دي ممكن تستخدموا الخلاط بمنتهى السهوله. يعني انا عايزه اهرسها بحس ان انا ما الاقيش طماطم خالص في الشوربه، تبقى كلها يعني. وكمان دي كمان حاجه بتتقلها يعني. خلوا بالكم لما تيجوا تستخدموا دي عشان انا حصلت معايا كذا مره ما تطلعهاش لفوق بتطرطش عليكم، وطبعا بتعمل حاجات يعني مش قادره احكي لكم عامله ازاي، حوادث فظيعه يعني. حتى لما تيجوا تقفلوها اقفلوها وهي تحت. قوامها اساسا ابتدى يتغير ويتقل، وعشان خلي بالكم احنا لسه هنحط عليها الكريمه كمان فهتقلها اكتر.
انا بس بطفي عشان البخار سخن جدا وبيلسع ايدي، شايفين عامله ازاي؟ فعشان كده بطفي كل شويه. انتوا ممكن تسيبوها لغايه ما تبرد وبعد كده تعملوا كده. تقالي كده خلاص، نبتدي بقى نحط عليها الويبنج كريم. مش عايزه احط كتير عشان انا عايزه اللون الاحمر بتاعي يفضل زي ما هو، فيدوبك بس انا عايزه اتقلها. هو طبعا مش هيدينا الريد اللي احنا عايزينه، هو هيبقى هيفضل احمر بس، يعني ممكن بينكي غامق مش احمر قوي، بس في الاخر هيبقى الطعم حلو، وهو ده الهدف يعني، لون حلو وطعم حلو في الاخر. انا شايفه ان خلاص كده ممكن نغرفها على طول عشان نبقى نخلص حاجتنا بسرعه. النهارده احنا شاطرين ما عندناش حاجات، ودي حاجه طبعا كويسه ان احنا نعمل اكلات ما تاخدش يعني معنا شغل كتير، يعني مش كل يوم نفضل واقفين في المطبخ بالساعتين والتلاتة. انا مش لاقيه الكبشه اهي. لما نيجي نغرف نقلب كويس قوي عشان نطلع كل حاجه من تحت. شايفين اللون عامل ازاي؟ يعني هو مبقاش بينك زي ما قلت لكم، هو ممكن لونه اورانج شويه، يعني هو لون حلو يعني، حلوه ومفيده وريحتها حلوه وطعمها حلو وكل حاجه حلوه، ان شاء الله تعجبكم يعني. ممكن ننضف بس اي حاجه، نشوف اي حاجة وقعت تانية. مفيش كده خلاص، ممكن نحطها كده على جنب. احنا ساطرين النهاردة، خلصنا الشوربة والزبادي بسرعة، فاضل بقى الريش دي، وبصراحة انا خايفة اجي جنبها عشان حاسة ان انا هتلسع، بس هو انا لازم اقلبها الناحية التانية، فهعمل ايه، هطلعها كده الاول على جنب وهقلبها معاكم، وربنا يستر بقى. يعني هي لسه ما ادتش اللون اللي انا عايزاه قوي، انا مش يعني انا لسه هعمل حاجه دلوقتي وبعدين احطها تاني تتشوح، فانا بس عايزاها بس تاخد اللون ده عشان اللون بقى اللي احنا عايزينه هناخده من التتبيله اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. اوكي، فهنعمل كده نحطها تاني، وبعدين نعمل ايه بقى، هنجيب التتبيلة بقى العسل، وعسل وحاجة غريبة بس ان شاء الله طعمها يعجبكم في الاخر، ومش هنكتر من العسل قوي. والقرفة، انا عادة بحب اشم الحاجة قوي وانا بحطها، وده توم، ولو عايزه تحطوا بابريكا مفيش مشكله ممكن نحط، ايه رايكم؟ ممكن نحط ليه بقى؟ عشان تديها اللون كمان، يعني عشان لو ما اديتهاش اللون يبقى البابريكا عملت اللون اللي احنا طالبينه، فكده نبقى ضحكنا على اللحمه يعني في الاخر. ممكن خلاص مش مهم. انا سامعه صوتها، فان شاء الله هتاخد اللون اللي احنا عايزينه. ممكن ازود العسل كده شويه عشان حاسه ان هو، بص احنا ما نكترش العسل عشان احنا بس يا دوبك عايزين ايه، تاخد يعني الشوجري البسيط. نجيب دي، انا شايفه انها شوحت كويس، ونعملها كده كده
لو مش عايزين تعملوا الخطوه دي وعايزين تعملوها بعد لما تتسلق على طول ما فيش مشكله، بس انا بحس انها يعني كده احلى. وهحطها تاني، بعدين اجيب دي واجيب دي. كده تمام. يعني الحاجات الجديدة دي طبعا في ناس ممكن تعجبها وفي ناس لا، بس يا رب تعجبكم ان شاء الله. ومش لازم الخلطة دي، ممكن نعمل صويا صوص، ممكن نعمل يعني. بصوا يا جماعة الاكل ده بجد مزاج واذواق، انا بس بحاول اديكوا طرق جديدة وكل واحد حر في الطريقة اللي هو عايز يأكل بيها، يعمل بيها عزومات يعني، او هو حتى يأكلها. ما ينفعش نفرض رأينا في الأذواق دي بالذات. كده احنا تقريبا خلصناها كلها، لا فاضل دي. وعلى فكرة انا بعد لما حطيت التتبيلة الريحة اختلفت، ف كل الحاجات دي انتوا ممكن ان شاء الله تجربوها. انا عايزاكم بصراحة اول ما اخلص تجربوها على طول. بصوا انا يعني بحاول استغل كل حاجة في الطبق، وانتوا شفتوا انا ما حطيتش عسل كتير خالص يعني. ابتدى يدي ريحة زي الكراميل كده، زي لما بنعمل العسل بنسوده شوية عشان نعمل الرز بالخلطة، اللي يدي اهو هيدينا بقى نفس الطعم ده ونفس النكهة دي. وممكن يتاكل مع رز بالخلطة يعني، برضو هيبقى أكلة ظريفة. بس أنا النهاردة قلت أعمل حاجة لايت، مفيش رز بقى ولا حاجة، مفيش زبدة، مفيش الحاجات اللي أنا معوداكوا عليها التقيلة دي. انا حاسه خلاص ان الريش ابتدت تبقى الكراميل. بصوا يعني، واللون بصوا بقى عامل ازاي، يعني هايل بجد، لون تحفه، الريحه فظيعه كمان. احنا هنسيبها لمجرد ثانيه، نبتدي نجيب الطبق اللي هنقدم فيه. ممكن نقدم هنا، انا شايفه ان مثلا دي استوت فممكن احطها كده. ما تنسوش كمان احنا سلقينها نص سلقه فهي اوريدي مستويه. الصغننين دول بيبقوا طعمهم حلو قوي عشان بيبقوا فيها يعني فات شويه، فبينزل طعمها حلو. بصوا يعني هي اول ما حطيناها في العسل والقرفه هي استوت على طول وخدت لون كده تقريبا. الطبق بتاعنا خلاص، ممكن بس نقفل على البوتاجاز. انا ممكن بس حابه ان انا احط حاجه خضرة عشان ما يبقاش الطبق كده ما فيهوش اي حاجه. اساسا البقدونس، على فكره البقدونس ممكن لما نعمل حاجه فيها دهون كتير، بس هي ريش ما فيهاش حاجه النهارده، ممكن نحط البقدونس تحت الحاجه عشان بيمتص اي نوع من الدهون. ايه رايكم نحط حته كده على الشوربه تديها المنظر الحلو ده؟ كده خلاص نرجع الحاجه مكانها ونرجع البابريكا. وكده نبقى النهارده عملنا لكم اكله خفيفه، ريش بالعسل وشوربه طماطم وطبق زبادي بالخيار والنعناع والثوم. ان شاء الله اكل يعجبكم النهارده.